أصبحت بعض الأمور في زماننا عادات اعتاد الناس عليها، كرؤية المرأة التي لا تعمل على أنها فشلت في تحقيق أهدافها. الحقيقة المرأة اليوم يساق مفاهيم لإقناعها بها، واقتنعت كثير من البنات أنك بالعمل كاملة قيمتش بفلوس. تقول شلون؟ إذا تقول ربة بيت تعتبر مرأة على الهامش ما لها إنجاز. في البيت هي تطبخ وتكنس وتكوي، شيلها من البيت ودها فندق ترتب سرير النزلاء إذا مشوا، هذه مكافحة لأن بيعطونها 200 دينار في البيت لأن تنجز لأسرتها، هذه على الهامش. البيت زوجها في الشرع إذا طلبت بأجرة زوجها إذا بتخدم ووافق زوجها على خدمتها بأجرة يصير يعطيها، لكن المشكلة لا الزوج يعطي، ممكن وضعه ما يسمح، لكن صار قيمتها مو بالإنجاز، أكيد تنجز نفس الشيء في بيتها، لا بيتها ما له قيمة إلا إذا صار راتب. أخذوها إلى الراتب وصارت المرأة تفكر في العمل أزيد. الآن بناتنا صاروا يفكرون في الشهادة والعمل أزيد من كونها تتزوج وتنجب. تقول لك لا، أنا أول أكون نفسي وأكون ذاتي أمام أي تحدي بعدين يا زوجي. يعني دخلنا مشروع الزواج وإحنا نتهم الزواج بالنجاح والفشل، وهذه التفكير تفكير فكر نسوي. لكن سرب كلمة للإمام الخميني، ماذا يقول؟ يقول دور المرأة تربية الإنسان، ودور القرآن تربية الإنسان. فدور المرأة تربية دور المرأة دور القرآن، شيء كبير. هذا شهر رمضان مدح في القرآن مو بالصوم، مدح بشنو؟ الذي أنزل في القرآن. فهذا الشهر العظيم ببركة القرآن صار عظيما، والمرأة دورها دور القرآن. كلمة من فقيه عارف. القرآن من الروايات فتقول جهاد المرأة حسن التبعون، جهاد. لكن مفاهيم تبدلت، نحتاج إلى أن نرجع مفاهيمنا.